بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي، أصدقاء قناة منى ثروت اكسسوارز. أهلا بيكم معايا المشتركين الجداد، الناس اللي لسه بتتعرف على القناة، أهلا بيكم، نورتوني. يا ريت لو لسه ما عملتوش اشتراك القناة تفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك القناة، تدوسوا على العلامة الحمراء اللي تحت الفيديو، تعملوا اشتراك القناة، إن شاء الله تستفادوا بإذن الله. قبل ما نبتدي في ورشتنا، يلا بينا على طول أقول لكم إن شاء الله ورشتنا النهاردة هتكون عن إيه. نرجع مع بعض. الورشة بتاعتنا عبارة عن المفروض النهاردة هنكمل ورش الخواتم اللي كنا بدأناها مع الناس اللي لسه بتبتدي في شغل النحاس ومتخوفين من شغل النحاس. ان شاء الله تكونوا ابتديتوا ويكون الموضوع ابتدى يتسهل شوية شوية عليكم. بصوا، عايزاكم تبقوا مركزين معايا في ورشة النهاردة. ورشة النهاردة هنبتدي نصعب الشغل شوية او ناخد تكنيك اعلى في الشغل شوية، فعايزاكم تبقوا مركزين معايا. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا اي احجار عندي، السلك النحاس 1.5 ملي وكمان 0.5 ملي. الخاتم ممكن اعمله بدون احجار او ممكن اعمله مع احجار، في الوقت ده بحتاج احجار وسلك اللي هو 0.5. لو مش هركب احجار بخلي الاحجار والسلك على جنب 0.5، وابتدي في تشكيل الخاتم بتاعي الاول خالص. هنحتاج سلك النحاس 1.5 ملي، كمان هنحتاج القصافة الزرادية الخشنة، ياريت يبقوا معايا 2، والزرادية الناعمة عشان بعدل بيها في التصميم بتاعي، كمان عمود الخواتم لان احنا هنشتغل خاتم مع بعض. زي ما عملنا قبل كده في الورش بتاعتنا، كنا دايما نعمل الخاتم اللي هو العادي خالص اللي احنا بنلفه على عمود الخواتم ونبتدي نشتغل، فكان دايما الخاتم بتاعنا بيبقى مقفول من تحت. ان شاء الله النهاردة هنعمل الخاتم بدل ما هو مقفول من تحت او مفتوح بس من فوق، او مقفول من فوق ويبقى المقاس بتاعه ثابت. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم الخاتم اللي هو المقاس اللي هو المقاس الفري اللي ممكن اي حد بيلبسه. النهاردة لو انا بعمل شغل المفروض ان انا مش بحدد مقاس الخاتم بتاعي، لاني انا المفروض وقت العرض بتاع الخاتم ما بقاش عارفة مين ممكن يحتاجه، فبخلي الخاتم بتاعي فري سايز او مقاس حر. فري سايز ازاي؟ المفروض بيبقى ليها طريقة كده احنا ابتدينا نعملها مع بعض من فترة، عايزة اعيدها لكم النهاردة ان شاء الله. تاني هناخد جزء من سلك النحاس، ايا كان المقاس اللي احنا هناخده بيبقى على حسب التصميم. لو انا هعمل تشكيل مثلا كبير زي ده بحاول اخد مقاس اكبر من اني لو هعمل مقاس صغير، فاهمين قصدي؟ فهناخد دايما بيبتدي الخاتم من 25 سنتي ل 30، ممكن ل 50 سنتي على حسب التصميم اللي انا هعمله. فانا هاجي هاخد معاكم جزء بسيط، انا ما يهمنيش النهاردة التصميم بتاع الخاتم قد ما يهمني الجزئية اللي هي بتاعت المقاس. دي اهم جزئية في الشغل بتاع النهاردة، وهي جزئية مهمة جدا هتحتاجوا لها في الخواتم بتاعتكم عموما. كمان المفروض يبقى معايا الزرادية المبرومة، ما قلتهاش في العدة، المفروض الزرادية المبرومة من اساسيات شغلنا. باخد جزء من النحاس زي ما قلنا، المفروض دي تقريبا 25 سنتي. بقسم الجزء ده لتلتين وتلت، يعني بقسمه على تلاتة، باخد التلت الاول وابتدي اعمل كده على الزرادية المبرومة على الجزء الصغير خالص. انا شغالة معاكم بالملي ونص، مش عايزة اعودكم على الملي، لان الملي لو دايما اي حاجة بنتعلمها على حاجة معينة ايدينا بتاخد عليها، فخلينا نتعود على الصعب عشان ايدينا تاخد عليها ونبقى احسن. فلما نبتدي على الملي ونص يبقى افضل لينا بكتير ما نبتدي على الملي وما نقدرش نشكل على الملي ونص بعد كده. زي ما انتوا شايفين كده، اخدت بس الدايرة الصغيرة دي، او عملت بالزرادية المبرومة الدايرة اللي احنا عملناها مع بعض دي كده، وبشويش بالزرادية الخشنة، وياريت ما نقرص جامد. الناس اللي كانت بتشتكي ان الزرادية بتاعتها بتعمل علامة على السلك، طول ما احنا بندوس بشويش، لان لازم هتعمل علامة. انتوا عارفين ان السلك النحاس على قد ما هو
مهما يكون قوي، لكن لما باجي اقرص عليه بالسنون بتاعة الزرادية لازم تعمل علامة عليه، فما ينفعش ان احنا نعمل شغل بالشكل ده، ولو جينا اشتغلنا بالنعمة مش هتدي معانا نتيجة، هتزحلق. يعني لو اشتغلت كده هتزحلق معايا، بصوا اهي مش هقدر اتحكم فيها. فانا بعمل ايه؟ بمسك الخشنة، ونحاول واحنا بنجيب الخشنة يا ريت كمان في اوقات بتبقى السنون دي اعلى من كده واقوى من كده، ما تنفعش معانا في شغل النحاس. وانتوا بتشتروها بصوا عليها، انا عايزاها وسط وسط، هتمسك معايا احسن من الناعمه، يعني هتبقى الوسط بين الاتنين، بين الخشنه قوي وبين الناعمه، بحيث ان انا لما اقرص ما تبقاش عامله لي علامه، ممكن تبقى علامه بسيطه مش مذكوره او مش باينه بالشكل ده كده. هنضم السلكين على بعض، الجزئيه دي مهمه جدا، وهاجي اعمل ايه؟ هاخد الجزء اللي انا لفيته ده على المقاس، نخلي المقاس بتاعنا متوسط لان احنا هنعمل مقاس مفتوح، وهاخد اللفة كده، شايفين الجزء ده اهو، هاخد السلك الاطول اللي هو التلتين اعمله كده في الوقت ده، عايزة اريح الجزء ده بيبقى طالع شوية كده، انا عايزة اخليه مريح على الصباع او على العمود الاول قبل ما ابتدي اشتغل بالشكل ده كده، وحافظ على الدايرة بتاعتي بتاعت المقاس او بتاعت الخاتم. وهاجي هنا هعمل نفس اللي انا عملته هنا، هعمله هكرره في السلك الاطول بالشكل ده، باني هخليهم مقابلين لبعض كده، وهاخد على سن الزرادية كده، وابتدي اخد نفس الكيرف اللي انا اخدته هناك الناحية التانية كده، وابتدي برضو اريح السلك بشويش زي ما عملنا في الجزء التاني، حتى لو دخلوا على بعض كده مش مشكلة، وبعدين هعدلهم تاني، المهم اريح الجزئية دي اهو كده. باجي كده بروح شداها عادي واظبطها، ابتدي بقى اظبط الخاتم بتاعي. انا اللي يهمني في الجزئية دي الفتحة دي، ان انا عملت كده بصوا الخاتم بتاعي هيبقى مفتوح من تحت بالشكل ده، مش هيبقى مقفول زيه زي الخواتم العادية اهو، دي الزرادية الناعمة، بحيث ان انا اي حد ممكن يلبس المقاس ده بالشكل ده اهو، ده هيبقى الشكل الخاتم بتاعي. نظبط بقى من فوق، بصوا نخلي السلكين يقابلوا بعض بقى، لان في اوقات كتير قوي كمان الحاجات اللي بقولها لكم، الملاحظات اللي بقولها في وسط الفيديو دي مهمة جدا، اوقات ناس كتير بتبقى شايفة الصورة من بره وشايفة البوست اللي انا عاملاه على الفيسبوك، الناس اللي عندي على الفيسبوك، وتدخل تسألني اسئلة انا اصلا بجاوب عليها في الفيديو. لو اتشاف الفيديو هيبقى كل اللي انتوا عايزين تعرفوه هتلاقوني قايلاه جوه الفيديو نفسه، فياريت تتفرجوا على الفيديو كله، لان انا على حسب ما بيبقى الفيديو او على حسب الشغل ببتدي اتكلم معاكم في على الملاحظات اللي انا شايفاها وقتها، واللي هي ممكن تفيدكم وتأثر على الشغل بتاعكم. بصوا اهي الجزئية اللي انا اكدت عليها، نخليهم دايما على من قدام بالشكل، من تحت بالشكل ده، بحيث ان هي ما تتلبس، اهم حاجة تبقى مرتاحة. وهنا بقى الجزء اللي احنا هنعمل له التشكيل بتاع الخاتم بتاعنا، اوريه لكم على صباعي عشان تبقوا شايفين، هيبقى كده الخاتم، ومن تحت هيبقى كده. لو انا النهارده الخاتم خلاص اتعمل، الاطار من فوق اتعمل وكمل وبقى خاتم مظبوط، لو انا ايدي اصغر من كده ممكن هضمهم بالشكل ده، لو المقاس بتاعي اصغر هضمهم بالشكل ده وهبتدي هلبسه، لو انا المقاس بتاعي اوسع هبتدي اوسعه شويه كده عن المقاس اللي انا عاملاه وابتدي البسه، حتى لو واسع كده هيتلبس هيبقى كويس، فاهمين قصدي؟ فكده يبقى احنا عملنا الخاتم المقاس المفتوح بتاعنا
مهم جدا مهم جدا. انا على ما عرفت النقطة دي اخدت فترة طويلة بصراحة بتعلمتهاش من حد، لاني كان يهمني جدا كل ما انزل معرض او اعمل شغل في مكان اتسأل عن المقاس. ممكن وقتها اكون عاملة مقاسات صغيرة مش مناسبة للناس الموجودة، وممكن العكس ابقى عاملة مقاسات كبيرة مش مناسبة للناس الموجودة، او بحاول ان انا اعمل تدريج في المقاسات. بس لازم يبقى عندي المقاس المفتوح، هيفرق معاكم جدا في شغلكم لو منزلين شغلكم في محل، لو منزلين شغلكم في اي مكان في معرض، لازم تبقوا عاملين التصميم الخاتم بالشكل ده، عشان هو ده الصح. عشان لو اي حد حابب اي تصميم عندك او عندكم هيبقى سهل جدا ان هو ياخده ويلبسه من عندك بكل سهولة، المقاس مظبوط ويقدر يظبطه زي ما احنا قلنا دلوقتي ويتحكم في المقاس. بنيجي بعد كده هنعمل شكل كروكي مع بعض، مش هنركب احجار المرة دي عشان الفيديو ما يطولش. انا بس كان كل اللي يهمني ان انا ااكد معاكم على جزئية الفتحة او المقاس الفري من تحت كده بالشكل ده. ونبتدي بقى هناخد الجزء التلتين، انا خليته تلتين عشان ما يلخبطكوش وانتوا بتشكلوا. لو عايزين تعملوا نص ونص برضو مفيش مشكلة، اللي هو الجزئين دول السلكين دول، لكن انا بحس ان هو كده خلاص اهو. انا ممكن هقفل الخاتم بتاعي بقى زي ما كنا بنشتغل من فوق، وابتدي اشكل التصميم بتاعي بالسلك الباقي بالشكل العادي خالص اهو. ان شاء الله نعمل بقى تصاميم وندخل احجار بالاسلاك الخمسة من عشرة في الفيديوهات الجاية، بس عشان ما اطولش عليك وقت الفيديو. لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو كمان عشان الناس كلها تستفاد. اتمنى لكم يا رب التوفيق، ما تنسنيش من دعواتكم، متشكره قوي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم